السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة اليوم سوف نتحدث على آخر التحديثات وعلى آخر الأخبار التي تهم شيكات أو شيكة ترامب أو ما يسمى بالستيمولس تشيك أو ستيمولس باكيج. أوكي، قبل البدء في الأمر أود الحديث على آخر الأخبار المهمة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الخوض في موضوع الستيمولس تشيك. فأول شيء وهو أنه يوم الجمعة الماضي أقر مجلس النواب الأمريكي في تصويت تاريخي تحويل العاصمة واشنطن، تحويل العاصمة المعروف بواشنطن دي سي إلى ولاية. واشنطن دي سي سوف تصبح ولاية، فمجلس النواب صادق على القرار وسوف يتم تمريره إلى مجلس الشيوخ من أجل المصادقة عليه وربما إلى الرئيس لكي يتم يعني التصديق المصادقة عليه النهائية، لكن يقال أنه ربما إذا تم تمرير هذا الأمر إلى الحزب الجمهوري الذي يسيطر على مجلس الشيوخ فهم لن يقوموا بالموافقة عليه. لكن كما قلت واشنطن دي سي ربما سوف تصبح الولاية 51 هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف يتم تغيير اسمها إلى واشنطن دوغلاس كامنولث. واشنطن دوغلاس كامنولث، واشنطن وهو جورج واشنطن وهو أول رئيس أمريكي، ودوغلاس هو أحد الأفارقة السود أو الأفرو أمريكان المشهور بدفاعه عن السود، فهذا هو الاسم ربما الجديد الذي سوف يطلق على واشنطن دي سي. النقطة الثانية وهي ارتفاع حالة الإصابة بكورونا في العديد من الولايات الأمريكية الآن، خصوصا في فلوريدا التي أصبحت الآن هي قطب المرض مطبوعة بتكساس نورث كارولينا والعديد من الأمور. السبب يرجع إلى ظاهرة أو هذه الموجة الثانية والتي يرفض ترامب أن يسميها بالموجة الثانية رغم أنها موجة ثانية، يعني لأنه هناك تقريبا 20 ولاية أو 25 ولاية عرفت ارتفاع كبير لي يعني الإصابات، فالسبب يقال أنه هو خروج الناس في المظاهرات التي جاءت بعد مقتل جورج فلويد ومقتل الشخص الآخر في راشاد بروكس في جورجيا، فذلك السبب لأنه كان هناك اكتظاظ بين المتظاهرين وشيء من هذا القبيل هو من أدى إلى هذا الأمر. هناك عدم التزام الشباب بالإجراءات يعني الوقائية خصوصا بعد أن قامت بعض الولايات بالرفع أو الدخول في ما يسمى بالفيز 2 أو المرحلة الثانية. المشكل الذي وقع الآن هو أن نسبة المرض الآن بدأت تظهر في نسبة في فئة الشباب ومنهم 33 سنة فما فوق، عوض عن ما كنا نعلمه في السابق أنها كانت تصيب فقط الناس الذين هم عجزة أو سنهم فوق 60 من عمرهم. لذلك قامت بعض الولايات وعلى رأسها مثلا فلوريدا وتكساس من إعطاء الأمر بإغلاق الحانات يعني البارات، إغلاق الشواطئ الشعبية أو ما يسمى بالبابليك بيتش خصوصا في هذه الآونة التي تعرف يعني الفورت اوف جولاي أو الاحتفالات بعيد الاستقلال يعني الأمريكي. أوكي، بالنسبة لأخبار الطيران، بالنسبة لأخبار الطيران يقال أن دلتا إيرلاينز تقترح تشجيع 7900 طيار على قبول الخدمة أو قبول حزمة التقاعد المبكر. يعني شركة دلتا إيرلاينز هي من أكبر الشركات هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب هذه المشاكل التي يقعني منها قطاع الطيران، فاقترحت على بعض الطيارين الذين نسبتهم ربما تصل إلى 7900 طيار أن يقومون بالقبول على التقاعد المبكر، لأنه الإيرادات التي حصلت عليها دلتا إيرلاينز هي 25% مقارنة من السنة الماضية أو من الصيف الماضي، فميدان الطيران يعاني كثيرا هذه السنة. وتذكروا أنه بالنسبة لشركة الطيران مفروض عليهم أن المناطق أو المقاعد الوسطى في الطائرة يجب أن تكون شاغرة، فشركة الأمريكان إيرلاينز مثلا أخبرت الإدارة الأمريكية أنها ليست قادرة على أن تقوم بعمل رحلات الطيران والمقاعد الوسطى يعني فارغة، فطلبت من الإدارة الأمريكية إما أن تقوم بدعمها في هذا الأمر لأنها خسارة بالنسبة لشركة الطيران، أو أن الشركة سوف تقوم بملء الطائرة بالكامل وسوف تخبر الزبائن بأن الطائرة مملوءة
إذا أردت يعني تستقل طائرة أمريكا فأنت لديك الحرية أن تمتطي طائرة فيها مثلا جميع المقاعد مملوءة، أو أنك يعني تأخذ مالك ويعني تسافر مع طائرة أخرى. النقطة الأخرى وهو أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قررت وضع قائمة أولية، أوكي، من بعض الدول. هذه الدول سوف يسمح لها الاتحاد الأوروبي أو يسمح لرعايا هذه الدول من دخول الاتحاد الأوروبي ابتداء من فاتح يوليوز. هناك دول سمح لها الاتحاد الأوروبي من السفر إلى أوروبا، على رأس هذه الدول مثلا كندا وغيرها من الدول، وتقريبا هي 15 دولة، ومن بين هذه الدول المغرب وتونس والجزائر. إذا كنت مغربيا أو تونسيا أو جزائريا فابتداء من 1 يناير يمكنك الدخول على يعني الاتحاد الأوروبي. وتم منع يعني الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وسوريا لأنها عرفت ارتفاعا في حالات الإصابات ب يعني المرض. أوكي. كما أن الاتحاد الأوروبي كذلك يخطط لمنع المهاجرين القادمين أو المسافرين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا. يعني الاتحاد الأوروبي بصفة عامة سوف يمنع أي مسافر من أمريكا أن ينتقل إلى أوروبا حتى من أجل السياحة، لأن يعني الحكومة الأمريكية يعني فشلت في يعني محاربة وتوقيف هذا يعني الوباء أو نسبة هذا الوباء، لأنه كما قلت عرف مؤخرا ارتفاع كبير للإصابة مؤخرا. الآن سوف ننتقل إلى الستيمولس تشيك. فكما قلت أعلن بعض الجمهوريين أنهم بالطبع تأخروا في دراسة يعني الحزمة المقبلة أو ما يسمى بالستيمولس باكيج، والذي يدخل ضمنها ما يسمى بالستيمولس تشيك الذي قيمته 1200 دولار. والسبب في ذلك هما أنهم يريدون التأكد من يعني قوة الجوب ماركت. أوكي. فكل شهر يوم الثاني من كل شهر، يعني يوم الجمعة المقبل الثاني من يوليوز، سوف يتم التصريح بما يسمى بالجوب ريبورت. هذا الجوب ريبورت هو الذي صرح به الرئيس الأمريكي في الشهر الماضي حينما قام بإعطاء أرقام في الأخير اتضح أن تلك الأرقام لا أساس لها من الواقع. فالجوب ريبورت الذي سوف يظهر يوم الثاني من يوليوز، إذا كان هذا الجوب ريبورت جيد وبين أن هناك عودة إلى العمل وبين أن أرقام البطالة انخفضت وبأن سوق العمل متطور، فبالطبع سوف يؤثر ذلك على الستيمولس تشيك. هذا لا أقول أنه لن يكون هناك الستيمولس تشيك، لكن ربما سوف يتم إقصاء بعض الفئات وتركيز على بعض القطاعات وبعض القطاعات لا أو شيء من هذا القبيل. فكل شيء عنده علاقة بالريبورت التي سوف يظهر يوم الثاني من يوليوز سوف يكون له دور كبير في النيكست ستيمولس او في السكند ستيمولس المقبل. فكما قلت اذا كان القرين جيدا فبالطبع ربما سوف يكون هناك تغيير في الحزمه، اذا كان سيئا فبالطبع الرئيس قال بانه سوف يكون كريما في هذا الحزمه او في هذا الشيك المقبل. اتمنى انه على كل حال الناس تحتاج الى من، لانه ما زالت الناس تعاني من البطاله وشيئا من هذا القبيل. اوكي. النقطة الأخرى التي سوف تعتاد فيها وهي أن الرئيس الأمريكي كرئيس هو من صرح بأنه الشيك المقبل سوف يكون شيك جيد وأنه سوف يكون جينرس يعني كريم في هذا الشيك. لكن يجب أن يعلم الجميع بأنه من يتخذ يعني أو من له السلطة في اتخاذ القرار النهائي بالنسبة للشيك المقبل ليس الرئيس الأمريكي هو من يأمر ب 1200 دولار، بل هو الكونغرس يعني مجلس الشيوخ هو الذي يدرس الآن الهيروز أكت أو ما يسمى بحزمة الأبطال وليس الرئيس الأمريكي. فهذا من المشاكل التي يعاني منها ترامب، هو أنه بعض المرات يعد المواطن الأمريكي وبعد يوم أو يومين أو شيء من هذا القبيل لا يفي بوعده. فيجب التركيز أن الأمر يعود إلى مجلس الشيوخ وليس إلى يعني الرئيس. كما قلت الوضع الحالي في 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 أمريكا يعني ليس جيدا لحد الآن. فهناك شركات تسرح العمال، تحدثت على يعني Airbnb، تحدثت على دلتا إيرلاينز، تحدثت على العديد من الشركات. هناك 20 مليون إنسان يعانون من البطالة، هناك ارتفاعات لحالات الإصابة بالفيروس،
هناك بعض الولايات التي وقفت مراحل فتح الاقتصاد او ما يسمى بالفيز 2، يعني على راسها مثلا تكساس يعني او حتى اعتقد نيويورك. هناك الاحتجاجات المتواصله في العديد من الولايات على مقتل اولئك المتظاهرين او بعض الامور التخريبيه التي يقوم بها بعض المتظاهرين من يعني من جملتها تدمير التماثيل التي تعود لبعض الشخصيات التاريخيه رؤساء او شخصيات يعني تاريخيه، الشيء الذي دفع الرئيس الامريكي يوم الجمعه ان يقر قانونا وهو يهدف هذا القانون الى معاقبه اي شخص يقوم بتدمير المنشآت يعني الفيدرالية، والسجن سوف يكون الى 10 سنوات. كما انه عندما يعني قام بعمل هذا الامر على تويتر فوضع حتى صور بعض الناس الذين تم اخذ صورهم وقال باننا سوف نتابع هؤلاء ونلقي القبض عليهم. اليوم الذي اقوم فيه بهذا الفيديو هو الاحد، تم القاء القبض على 4 اشخاص من هؤلاء وسوف يتم لهم توجيه التهمة اليهم. النقطة الأخرى التي يعني يجب الحديث فيها وهي فئة المطعم. المطاعم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تعاني من رغم أنها توصلت بما يسمى بالبيبي لون أو يعني مساعدة فيدرالية من أجل فتح أبوابها ومن أجل استقدام يعني المستخدمين وإعادة الأمور إلى نصابها، لكن هناك ولايات فرضت على المطاعم أن تكون هناك مثلا 50% من الزبائن أو 25% من الزبائن، فهذه الأمور كلها أثرت على أصحاب المطاعم الذين لم يصبحوا قادرين على يعني الاستمرار في فتح المطاعم لأنه ليس هناك إيرادات، الناس لا يريدون الذهاب إلى مطاعم، يعني هناك يعني خسارة بالنسبة لهؤلاء. أوكي، النقطة الأخيرة التي سوف أختم بها وتتعلق بالعائد الضريبي. هناك العديد من الناس الذين قاموا بتصريح الضريبي هذه السنة ولحد الآن لم يتوصلوا بيعني أموالهم في حسابهم البنكي أو على حتى يعني عنوانهم البريدي، فأريد أن أقول لهم خبرا ربما مفرح ربما لا، لكن هذا يعود لكل إنسان، وهو أن إدارة الضرائب وما يسمى بالIRS قالت بأنه أي شخص تأخر عليه يعني العائد الضريبي لم يتوصلوا عليه فإن الدولة سوف تمنحه فائدة بنسبة 5%. هناك فائدة بنسبة 5% وتصل إلى 3%، بين 3% إلى 5%، وبالنسبة لأولئك الذين يريدون معرفة متى سوف يتوصلون ب يعني العائد الضريبي أو ما يسمى بالتاكس ريفاند، فهناك أداة تسمى تشيك ريفاند تول موضوعة على موقع يعني إدارة الضرائب، يمكنك الدخول إليها للتأكد. أنا مع كامل الأسف هناك أناس يراسلونني على بريد الإلكتروني يخبرني بأنهم قدموا على التصريح الضريبي ولحد الآن لم يتوصلوا بالعائد الضريبي، فكما قلت هناك باكراج، هناك تراكم للملفات على إدارة الضرائب، الشيء الذي دفع إدارة الضرائب أن تقرر هذا القرار والذي سوف تمنح من خلاله 3% إلى 5% لكل إنسان تأخر عليه العائد الضريبي. هذا كل ما في الأمر. إذا ظهر هناك أمور أخرى تتعلق بالستيمولس تشيك أو غيرها من الأمور سوف أضعها إن شاء الله في فيديو لاحق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.